فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما صحة ما يقال عند ذكر الحسين ابن علي رضي الله عنهما أنه يقال عند ذكر الحسين عليه السلام، وهل هذا جائز؟ هذا شعار الشيعة، أنهم يقولون لأئمة أهل البيت عليهم السلام، وأما غير الشيعة فيقولون رضي الله عنه، رحمه الله، أو كذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.